ما شاء الله العدة. تضحكيني ما تقولين ضايع مكياجي ضايع مكياجي تبارك الرحمن. قبل لا بلش وتناشبيني ترى انا بحط لك على مزاجي. يما حطي على مزاجك بس شيء يلوق حق وجهي حق عمري يا يما مو اي شيء يعني. إيه؟ طلعيني كذي بتشكلي ما حلوه. اي بطلعك تيننين وبخلي يصير عمرك 22 سنه. الله يجبر بخاطرك حبيبتي. يمكن يخطبونك بدال شيخه. وي 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 ام لسان ما ينقدر عليك. شوفي بحط لك هاللون. جنيتي ترى بيخطبون اختك مو بيخطبوني انا. شنو الاحمر يا يما؟ قلت لك حطي شيء يناسب وجهي يناسب عمري. تحطت لي احمر ما ادري كني ماكله ياهل. لا يبا ما بي. يما احلى ترى انت ما تحطي ميك اب هذه راح تطلع ستايلك غير نيو لوك غير غير. يما لا نيو لوك ولا نيو بلوك هذه مالتكم. لا ما بي احمر. إذا أقول لك شيء، أنت جربي إذا ما عجبتك نمسحها. يا يما ما يصير ترى الناس علي يا بنت أخر الله يهديك يا أنفعال. يما أنت كذي قاعد تأخرينا خلا أحط لك جربي جربي تعي شوي سوي عاد أحمر. إي سوي يما أنا لازم أوديك حق دكتور شوية أقز لك مني شفايفك. من الغز وما أدري شنو هذا هذا أنت ومو إحنا حبيبتي. وي قبرة. لا ما أبي ما أبي شيلي شيلي يما شيلي الأحمر. يما خليه حرام عليك يا يما اي ان يما قلت لك انت شفتي فستاني؟ اي حطي على لون فستاني اصلا نفنوفك يبي له شيء اوفر. لا 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 اوفر ولا مو اوفر حبيبتي انا شيلتي وعباتي معاي بعد. منو يا حبيبتي راح يخليك تلبسين شيلتك يا عمري؟ وي انزل عند الناس بدون عبات وبدون شيله؟ ايش المشكله بس حريم؟ يما بعدين بدشون الريايل ما تدرين؟ واي يما حزتها يحلها الحلال، انزين انت يختاري الحين اي لون؟ لا شوفي البنيات كذي اللي تناسب وجهي يما ايش فيك؟ ما خلينا نجرب وبعدين معاش انفال ترى الناس علي يا يما ما سويت شعري للحين. تضحك علي. يلا خلاص بحط لك هاللون. اي والله شوف. ياه ياه ياه. ها؟ اشوف. حالاتنا يا حالاتنا قبل ديرم الديرم يهبل على الاقل يعطينا لون بس طبيعي مو كذي انتم مثل ما تدرين انت قاعد تخربطيني ما تخليني احطها عدل لا يما هذا شو اسمه فاتح فاقع يما صدقيني حلو عليك بعدين انت ما تحتاجين ميك اب ولا تحتاجين هالسوالف انت حلوه بدون شيء وانا طالعه اشبهك اصلا مدح نفسه